فلاش سبور. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. سنة دراسية ناجحة وعودة موفقة لتلامذتنا وأيضا لكل الإطار التربوي في تونس. 4-4 للأندية التونسية بعد انتصار الترجي الرياضي التونسي ونادي الرياضي صفاقس البارح، دعما لتفوق الاتحاد الرياضي المنسيري والملعب التونسي في ذهاب الدورة التمهيدية الثانية بين رابطة الأبطال وأيضا مسابقة الكاف. البارح الترجي فاز على ديكاديها الصومالي 4-0 مقابل هدف. الترجي من توا نجم نقولوا موجود كالعاده في دوري المجموعات، اهداف سجلها البليلي احسن لاعب في المقابله في مناسبتين ساس وايضا مرياح، مع خطا من الحارس امين الله مميش كان لقى دعم كبير من جماهير الترجي، اما ايضا تلام عليه لانه الحارس هذا بطبيعه هو الحارس الاولاني في الترجي، الحارس الاولاني في المنتخب الوطني التونسي، فالناس اعتبرت انه فما اكسيم تاع كونفيونس بالنسبة للحارس هذايا مش في وقته ويلزم ما يكونش موجود بالنسبة للحارس مميش. في باقي نتائج رابطة أبطال إفريقيا، البارح الأهلي المصري فاز في كينيا بالذات على فريق غورماهية بثلاث أهداف لصفر، دوبلي بيرسيتا وهدف لرامي ربيعة. الرجاء في غانا تعادل مع فريق سمارتكس 2-2 ونفس نتيجة بين الهلال السوداني وسان بيدرو من الكوديفوار. في مسابقة الكاف انتصار الذهاب للنادي الرياضي صفاقس على روكينزو البوراندي بهدف لصفر، هدف اللاعب محمد الضاوي اللي فرح بطبيعة أنه الهدف هذا جاي من منتدب عانى كثيرا خاصة مع ظهوره وصعود اللاعب هذايا، والناس الكل قالت وأنه فما أمال كبيرة أنه باش يكون واحد من أهم لاعبي كرة القدم في تونس. انضمامه للأهلي المصري، إصابات، حسابات في الفريق هذايا، المهم وأنه كريستو يرجع للأضواء من بوابة النادي الرياضي الصفاقسي. 1-0 شافوها شوية الملاحظين بالنسبة لنتيجة الذهاب، باش نعرفوا أنه صحيح فما أندية مغمورة في القارة الإفريقية أما ما عاد حتى شيء مضمون. نتائج الكاف، نتائج صعبة مرت على الأندية الليبية تحديدا، وأنه لعبت مقابلتها ذهابا في ليبيا، أهلي طرابلس تعادل مع سيمبا التنزاني دون أهداف، والهلال الليبي كان فاز على المصري البورسعيدي 3-2 برشا يتسجل زوز أهداف، خاصة وأنه القارة الإفريقية ما زالت محافظة على قاعدة أنه الهدف اللي يتسجل خارج أرضك زوز أهداف، خلافا للقارة الأوروبية ما بتبيع الهلال الليبي حافظ على 3-2 هو اللي يترشح. نعطيكم مواعيد مقابلات إياب دوري الأبطال وأيضا الكاف بالنسبة للأندية التونسية. نهار السبت فما 3 مقابلات، زوز مقابلات في تونس. نهار السبت نبدأ بترتيب زمني 6:30، نادي صفاقسي في المهيري يلعب ضد روكينزو، ثم 7:00 في رادس الترجي يلعب ضد ديكاديها الصومالي، خارج تونس في الجزائر ديما نهار السبت 8:00 مولدية الجزائر يستقبل الاتحاد الرياضي المنسيري، مقابلة وحيدة نهار الأحد في وهران بين الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المنسيري، مقابلة باش تلعب 6:00. كالعادة الإذاعة الوطنية التونسية تمكنكم من التغطية، ومن المنتظر أيضا أن تلفزة التونسية باش تنقل مباراتي الجزائر. في تونس الرابطة المحترفة الأولى، البارح مقابلة اتحاد تطاوين ونادي رياضي البنزرتي وفوز اتحاد تطاوين بهدفين لصفر، محمد علي حسني ونضال بن سالم. ونذكركم أنه الجولة تم افتتاحها بزوز مقابلات، فاز فيها الأولمبي البيجي على مستقبل جابس هدف لصفر، ترجي رجيس على قواف القفصة ب3 أهداف مقابل هدف. بقيت برنامج الرابطة المحترفة الأولى، 22 سبتمبر الإفريقي ضد شبيبة العمران، 25 سبتمبر مستقبل سليمانة ترجي، المقابلة هذايا منتظر أنه ممكن باش تلعب في ملعب شيدلي زويتن، النادي الرياضي الصفاقسي اتحاد بن قردان، و 26 سبتمبر زوز مقابلات، الملعب التونسي ضد نجم المتلوي والدربي بين الاتحاد الرياضي المنستيري والنجم الساحلي. الحدث اليوم في المهدية، نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد للأواسط الستة، النهائي الكلاسيكي بين تونس ومصر، المنتخب التونسي اللي كان تجاوز بصعوبة المغرب في النصف النهائي ومصر اللي تجاوزت الجزائر، لقاء صعب منتظر بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي اللي تابعوا برشا أخطاء ارتكبها المنتخب متاعنا، الملاعبية بطبيعة ممكن قلة متاع مقابلات تواجد يعني بين الملاعبية وتأقلم مع بعضهم، إن شاء الله اليوم ضد المنتخب المصري بدعم بالتأكيد من جماهير كرة اليد في المهدية، ونعرفوها قداش تحب بطبيعة الهوند في تونس. المقابلة منتظرة 6:00.
خارج تونس اليوم انطلاق دوري أبطال آسيا في جولته الأولى. العين الإماراتي بشلعب ضد السد القطري، الأهلي السعودي ضد بيرسيبوليس الإيراني مقابلة 7، وقبلهم مقابلة الشرطة العراقي ضد النصر السعودي. وكريستيانو رونالدو لم يتحول إلى العراق، فما أخبار تقول أنه يعاني من عدوى فيروسية. في أخبارنا وبطولات أوروبا، الجولة الرابعة في البريمير ليج، أرسنال وتوتنهام، الدربي يعود لفريق أرسنال بهدف لصفر. أرسنال حاليا هو وصيف البريمير ليج، مش وحده، معها نيوكاسل اللي كان فاز على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف. الزوز موجودين في المرتبة الثانية وراء مانشستر سيتي بعد هزيمة ليفربول، ومقابلة كبيرة منتظرة لحد الجاي بين سيتي وأرسنال. في الليغا الجولة الخامسة، من يوقف برشلونة؟ انتصار خامس على التوالي المرة هذية على جيرونا اللي كان واحد من أفضل الأندية الموسم الماضي، 4 أهداف مقابل هدف، دوبلي للامين يامال، لوبيز وداني أولمو اللي سجل هدف، لكن خسروا فريق برشلونة، مش بيكون موجود في المقابلات القادمة خاصة مع عودة دوري أبطال أوروبا. ليفاندوفسكي في المقابلة هذية احتفل بمقابلته ميه بقميص فريق برشلونة. أتليتيكو البارح فاز على فالونس ب3-0، برشلونة 15 نقطة، ريال وأتليتيكو 11 نقطة. في الكالتشو، روما وجينوفا تعادلوا 1-1، نابولي فاز على كاليري 4-0، إنتر ومونزا تعادلوا 1-1. الجولة القادمة جولة فيها مقابلة كبيرة بين نابولي واليوفي، نابولي المتصدر 9 نقاط ويوفي ب8 نقاط مع فريق إنتر. نختم معكم بمواعيد منتظرة وهمة جدا في بداية الأسبوع هذية مع عودة أهم بطولات أوروبا والعالم، دوري أبطال أوروبا نهار 3 بطبيعة بنظام جديد، وكنتوا تبعتوا معنا كل الأخبار اللي تهم القرعة. أول المباريات، يوفي بشي يلعب ضد بي اس في إيندهوفن، فريق بايرن ميونخ ضد دينامو زغرب، ريال يلعب ضد شتوتغارت، والقمة المنتظرة ميلان ضد فريق ليفربول. هكا وصلت معكم لختام أخبارنا، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة. أجمل تحياتي نجوى طالبي. Flash Sport. إشهار.